السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفائدة جديدة إن شاء الله. اليوم بالضبط غنعطيكم واحد الموضوع مهم جدا لأي واحد أي صياد، ألا وهو المعايير بالضبط ديال اختيار الصنارة والطعم، وكذلك على حسب السمك المستهدف. مثلا ملي كنمشي، وهادشي طبعا نزولا عند الرغبة ديال أحد المتتبعين ديال القناة ديالنا اللي كنكليه الاحترام التام، وغنعطيه اليوم أسرار دقيقة ودقيقة جدا فيها أشياء محال تكونوا سمعتوها ديجا من قبل، ولكن غنعطيكم أحسن ما عندي إن شاء الله. هادشي كما كتعرفوا راه ما بقاش بيناتنا اي حواجز، لهذا راه وليت كندير الفيديوهات بدون مونتاج بدون مقدمات، كندخل مباشره في صلب الموضوع، ما يعني بطريقه اخويه جدا وبعفويه مطلقه. كنتمنى تقبلوا على الفيديوهات ديالي الا كانوا فيهم شي اخطاء، ولكن هذا هو الضريبه ديال العفويه، ضروري يكونوا اخطاء ونتمنى تقبلوا علينا على اي حال. اذا اول حاجه كديروها الاخوان ملي كنمشيو كنبغيو نصيدو، مثلا ملي كتمشيو للبحر، ابسط حاجه كتمشيو كتلقاو رايس جالس، اش من سؤال اللي كتعطيوه بالضبط مباشره؟ انا من عندي انا نعطيكم الجواب ديالي، انا اش كندير ملي كنتلقى الرايس؟ بالطبع كنلقي السلام والتحيه، واول حاجه كنسول اش كاين شي حوت. هادي تقريبا راه معظم الرياس كيديروها. الا كان شي حاجه كتبغي تعرف اش من حصيله بالضبط، مثلا سيدي قال لي كاين ضرب الحوت، كاين الشرغو، مزيان، اشنو غنبغي نعرف عاوتاني من بعد مباشره؟ غنبغي نعرف النوع ديال الطعم اللي ضارب عليه هذا الشرغو مثلا. يعني اول حاجه كتبادر للذهن هو اش من حوت كاين في المصيد، اللي خصنا نعرفوها ضروري نوعيه السمك اللي كاين في المصيد في ذاك الوقت بالضبط، وعلاش ضرب، لانه الطعم تذكروا هذه القاعده ضروره الاخوان، الطعم راه كنقسموه دائما ثلاثه انواع. الطعم مقسم لثلاثه الانواع، كاين البيوضه، هذه كنقولوا لها البيوضه، يعني مجموع فيها كاين الكالامار، كاين السيبيا، وكاين الاخطبوط ايزيز، هادو كلهم كنقولوا لهم البيوضه. يعني ضروري واحد في ثلاثة الأنواع يكون متوفر عندك في النهار اللي غتمشي للصيد. يعني هاد ثلاثة الأنواع اللي غنعطيكم ضروري كل نوع في هادو يكون عندكم فيهم واحد، ضروري ومؤكد. مثلا كاين البيوضة، هذا النوع الأول. النوع الثاني كاين السردين، هذا السردين أو كابايلا، هادو ماشي مشكل، واحد فيهم راه هذا اصلا ضروري كيكون عند اي رايس. يعني كاين البيوضه، كاين السردين او كابايلا، كاين نوع ثالث كاين اللقامه، هذا الاسم ما عرفتش كتعرفوه من قبل ولا لا، مهم هذا الرياس راه كيعرفوه على العموم. اللقامه بعض الاحيان كنمشيو لمصيد كتسول الرايس كيقول لك ضربه غير على اللقامه، شنو هي هذه اللقامه؟ اللقامه فيها انواع نقولها لكم بالضبط، وهما الانواع اللي كيكونوا في ذاك المحيط فاش كاين المصيد بالضبط. يعني مثلا كاين الديدان، تذكروا معايا الاخوان، كاين الديدان، كاين الكروفيت او الروبيان، كاين الاصدف، الاصدف ديال البحر، منهم بلح البحر، منهم الكوكياج، اي حاجه، وكاين السلطعون بنوعيه، كاين السلطعون ديال الحجر وكاين السلطعون ديال الرمل، هادو مهم جدا، هادو هما اللي قامة. نعاود نذكركم بهم الاخوان باش تذكروا مزيان هاد النقاط، كاين الكروفيت او الروبيان، كاين الديدان بكل انواعها، كاين الاصداف الصدفيات، وكاين السلطعون، هادو هما اللي قامة. زيد عليهم سميتو البطاطا البحر مثلا، نفزات حتى هو كيكون داخل من اللي قامة. اذا الاخوان هادو هما ثلاثه الانواع اللي كاينين ديال الطعوم، ضروري يكون عندكم واحد فيهم. مثلا البيوضه تكون عندي كالامار او سيبيا والاخطبوط، هذا ضروري يكون عندي سواء السردين او كابايلا. النوع الثالث ضروري لقامه، يعني سواء الروبيان الكروفيت او الدود او اصداف البحر او السلطعون، يعني نوع من كل نوع، لانه هادو هما تقريبا الانواع اللي كيكون ضرب عليهم السمك كامل. يعني الا مشيت للمصيد ضروري متوفر على هاد الثلاثه، ولكن ماشي كلهم، ولكن واحد من الحاجه ضروري يكون عندي، لانه كتمشي كتفاجئ كتلقى رياس كيصيدوا
والرياس كيتفرجوا. هذا سر من الأسرار الكبيرة جدا في الصيد، حاولوا تذكروها الإخوان لأنه مهم جدا. إذن ومن بعد هادشي أشنو بلاش كننتقلوا؟ كننتقلوا إلى عرفنا هادشي كله، كننقلوا أنواع الصنارات. حتى الصنارات كيلعبوا دور كبير وكبير جدا، لأنه كاين في جوج العموم كاين جوج الأنواع الصنارات. كاين الصنارات طويلة بحال هذا الشكل، هذه اللي عندها العنق طويل، وكاينه صنارة بهذا الشكل كما كتشوفوا، العنق قصير وميلة بحال هكا. هاد جوج الأنواع اللي كاينين وفيهم أرقام كتيرة، يعني راه من الواحد حتى لعشرين كاين تاهم نفس الحاجة. هادي كاين من الواحد حتى لزيرو سانك، زيرو صفر خمسة، يعني أنواع كتيرة كتيرة جدا. وهذا الشيء ما يمكنش تكون كتعرفه بالضبط إلا مع المزاولة ومع الوقت الطويل جدا. يعني كاين، أنا أعطيكم هنا الأسس اللي تقدروا تصيدوا بهم ببساطة كما العادة. أنا أعطيكم داك الشيء بسيط، حاولوا تذكروا معايا الإخوان، غنحاول نعطيكم أبسط ما يكون باش ما تعقدوش راسكم بهذه الأرقام الكثيرة ديال الصنارات. كما كنشوفوا بعض الرياس كيعقدوا الأمور، راه صيد بالصنارة 14، لا أنت خصك تصيد بالزيرو سانك زيرو تروا، راه الناس ما كيعرفوش هذه الأشياء الإخوان. أعطيهم أبسط حاجة. إذا الإخوان أبسط حاجة هي أن هاد الصنارات الطويلة عندهم هذا الراس طويل، اش كتصلح؟ هذه كتصلح للاسماك المفترسه اللي كتسرط الطعم مباشره، ما كتنقبش ما كتضربش، يعني كتمشي للطعم مباشره، كتضرب عليه مباشره كيسرط الطعم. مثلا الكوربين او سمك القاروص، ابلاغ، الصنور، هذو هما الاسماك اللي كتضرب على هذه الانواع، سيرتو هذا النوع الكبير شويه. وكاينه الصنارات القصيره بالطبع، الحوت اللي كيضرب ويهرب، كيضرب طعم كيجرب كيبدا يضرب، هادو ممتازين لهاد الانواع ديال السمك. على كنخص بالذكر بالطبع سمك الشرغو، الحنبل، سمك الدينيزا والدوراد، هادو يعني كيغلب عليهم هاد النوع ديال السمارات اللي كيصلح ليهم. اذا وهادو عاوتاني هاد السمارة الطويلة طعم، مثلا اللي كنا غنطعمو بالسردين او الكابايلا، يعني او الكروفي او عفوا رجل الاخطبوط، وهذا هذاك الطعم كيلقى فيه راحته، كتكون واحد الانسيابيه وكيكون طويل وشد مزيان في الصناره اللي عندها العنق طويل. عكس هذه تقريبا ممتازه لكل انواع ديال اللقامه. الا تذكرتوا اللقامه راه قلنا الروبيان، الديدان، كاع الانواع اصداف البحر، السلطعون، هادو ممتاز لهم هاد النوع. اذا الاخوان كنحاول نذكركم أشياء مهمة جدا. إذا الآن غنمشي لكم الأنواع ديال الصنارات كيفاش نقدروا نميزوا بيناتهم. إذا بالنسبة للأسماك الكبيرة الإخوان، أسماك الكبيرة كنقول الكوربين، الصنور، القاروص، اللي عندهم الفم كبير، يعني كلهم هادو على العموم كيكون فمهم كبير وكيفترسوا مباشرة، هادوك تصلح لهم هاد الصنارات الكبيرة. غنعطيكم الأرقام الإخوان وسجلوهم، سجلوا الارقام ملي كتمشيو عند مول معدات الصيد، كتبغي تاخذ الصنارات كتقول اعطيني الرقم، الرقم مثلا رقم 7 و8 و9 و10 في هذا النوع. ملي كيعطيك هادو كتعرف ديالاش، كتحطهم وكتسجل عليهم الارقام لانه كيفيدو. من بعد كتعرف مباشره علاش انت مصيد بالضبط. يعني هادو كنصحكم تاخذوا فيهم رقم 7 و8 و9 و10 بالنسبه للاسماك الكبيره. علاش كنهضر؟ باش ما كان الرقم اصغر، رقم 7 مثلا راه هي الكبيره، يعني كنقصد ديك الساعه كنصيد على اصغر، مثلا على سمك الصنور، الصنارة 10 كنصيد على ابلاغ مثلا. يعني هادوك هما الانواع المهم جدا تحتفظ عليهم. وبالنسبه لهاد الصنارات اللي كيعشق الصيد بهاد الصنارات الاسماك الكبيره، كنصحو من 0.2 حتى 0.5. تذكر الاخوان هادو اللي عندهم هذا قصير من 0.2 حتى 0.5، وهادو من 7 حتى 10. هذا هما الارقام المهمه بالنسبه للاسماك الكبيره. وبالنسبه للطعوم كنصح غالبا بالبيوضه، عرفتوا دابا البيوضه، وبالسردين او كابيلا، هادو انواع ممتازه بالنسبه للاسماك اللي فمها كبير والصيد ديالها كيتطلب معدات كبار شويه وصنارات كبار. ننتقلوا للاسماك المتوسطه الاخوان. المتوسطة مثلا كنقصدو بها الشراو الغليظ، سمك الدوراد،
دينيس او ابلاغ او سمك، حتى سمك الحنبل الكبير. يعني هاد الاسماك كيكون فمها متوسط، ما كبيرش ما صغيرش، وفي نفس الوقت كتنقض على الطعم. يعني الا كان جيعانه كتنقض على الطعم. اذا احسن نوع ديال الصنارات في الطويله بالطبع كان خاص بالذكر الصناره ديال 10 وال11، هادو ممتازين. انا خصوصا انا كنصيد برقم 11، نمر 11 عزيزه عليا بالضبط، ممتازه جدا. وبالنسبه للصنارات على هذا الشكل كنصيد بالارقام ديال تقريبا، نقول لك الصناره نمر 4 5 و 01، 4 5 0 1 في هذا النوع بالنسبه للاسماك المتوسطه، وخصوصا سمك الدوراد. سمك الدوراد مثلا راه ممتازه لهذه، هذا القياس ديال 4 ولا 5 راه ممتاز جدا، ولا حتى 0 1 ممتازه. كنديروا فيها السلطعون مثلا ديال الحجر الغليظ، هذه راه ممتازه للدوراد. اذا راه كنعرفوا الان تقريبا الاسماك المتوسطه اشنو كتضرب. وبالنسبه للطعم ديالها تقريبا ممكن اللقانه كما قلنا والبيوضه والسردين، يعني كلهم اختار غير واحد 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 وجرب تيجيب الله التيسير. ايوا ننتقلوا للاسماك الصغيره اللي فمها صغير، ماشي صغيره ولكن الفم ديالها صغير وعموم العموم، مثلا سمك البوري، سمك الشرغول، حنبل، الكحيله، الشخار، ابلع صغير، يعني كثير كثير انواع كثيره جدا اللي فمها صغير، سمك الحداد ايضا. اذا الاسماك الصغيره كنركز على الصنارات من هذا النوع. مثلا الصنارة بحال هكا من تقريبا نقولوا من 13 لفوق، 14 15 16 كيكونوا ممتازين. هذوك انواع يعني من 13 لفوق اختار مع راسك. وفي هذا النوع تقريبا في هذا النوع ديال الصنارات كنختاروا من نمره 1 حتى النمره 3، هادو ممتازين حتى هما الاسماك الصغيره. وبالنسبه للطعوم كما كنقولوا دائما السردين، ولكن هذا الخطر السردين هبره، يعني كنحيدوا ليه الجلد، الجلد ديالو كيكون غير الهبره، كيكون ممتاز. وبالطبع اللقامه، اللقامه راه ممتازه جدا في النوع ديال الصيد على الشروبو، والبيوضه كذلك. هادشي بالنسبه للاسماك اللي الفم ديالها صغير. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا الاخوان، وما طولتش عليكم بزاف، ما بغيتش نطول عليكم، وشكرا على المتابعة. الفيديو آخر إن شاء الله، إذا كان شي تساؤلات ما ترددوش تطرحوهم علينا إن شاء الله. شكرا جزيلا.